السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الكرام متابعي برنامج هذا حالي، البرنامج الاجتماعي القريب منكم لكي يحمل شعار هذا حالي ولحالي يقطع من يبالي، أسهرت يا ربي يا مليالي وشكو من غيرك يا ربي يا عالي، شوف من حالي. على مدار ستة الحلقات التقيت فيها بأسماء حضاراتكم وتقاسمت فيها همومكم وأحزانكم عبر قصص عاشوها ناس عاديين وحاولوا أنهم يتشاركوها معكم، ماشي من أجل التشهير أو باش ناخذ أنا الشهرة من خلال هذا البرنامج، فحاشا ولله نكون واحد الإنسان اللي كيبيع ويشرف أحزان الناس، لكن البرنامج دار فقط باش نوصلوا رسالة هاد الناس، هاد الناس اللي عاشوا الألم في حياتهم وكيقلبوا على اللي ضاع فيهم ولو بسيط من الأمل. شكون فينا ما سمعش بحوادث السر؟ وشكون فينا اللي ما كيتفجعش من اللي كيسمع يوميا عن المئات والآلاف من الناس تحصدات الأرواح ديالهم في هاد الحرب ديال الطرقات؟ كاين اللي مات اللي عزيز عليه، وكاين اللي عانى من إعاقة دائمة بسبب هاد الحرب ديال الطرقات. قصت اليوم قصة التوبة من بعد حادثة سير اللي كيعاودنا فيها الأخ كيفاش تبدلت حياته نحو الأفضل بفضل حادثة سير وخفقت فيها أعز الناس على قلبه. نستمع جميعا قصة اليوم وسنعود إن شاء الله بعد هذه القصة. دمتم بود، لا تنسوا أنتم الآن تستمعون لبرنامجكم برنامج هذا حل. كيقول الأخ مستهل رسالة ديالو: السلام عليكم، أنا شاب فات 30 سنة، ما غاديش نعاود لكم على الطفولة ديالي والمشاكل اللي عانيت منها، لكن غنعاود لكم على الجزء اللي غير حياتي بالضبط. كنت واحد تدايل لي شوية قبيح باسل بزاف، وكنت كنتعاطى الخمر والمخدرات الله يسمح لي. في 2007 بالضبط كنت مسافر مع أفراد العائلة ديالي، أنا والأم والأب وخويا الصغير، كنا غادي للنواحي ديال أزو. كنا غادي لنا بينا ما علينا حتى كنفيق كنلقى راسي في السبيطار. تغيرت الدنيا بين عيني هذيك الساعة، نهار سمعت بأن أمي وبا بجوج فاقوا الحياة، بقيت غير أنا وخويا الصغير. ما استوعبتش الأمر، بقيت كنغوت في السبيطار وكيهدنو في الممارضات. سبحان الله، يعني كنتي غادي غير تمشي تفوج وتمشي دير صلة رحم مع العائلة ديالك، فإذ بك كتلقى راسك في السبيطار. صراحة كانت من أصعب الأيام اللي دازت في حياتي، أكثر من 15 يوم وأنا ناعس في السبيطار. الأخ ديالي تشافى بزاف، مع أنه هو اللي كان صغير وأنا كنت كبر منه، إلا أنه هو اللي قواني، هو اللي كان ديما واقف بجنبي. خويا الصغير اللي كيصغرني ب3 سنين، سبحان الله كان إيمانه بالله سبحانه وتعالى أقوى مني أنا. من بعد ما درست 15 يوم رجعت للدار وبقيت نفس العالم اللي كنت فيه، بقيت غادي فيه، بقيت مستمر في نفس الطريق اللي كنت غادي فيها، شرب الخمر ومعاشرة رفقاء السوء.
مشات ايام وجات ايام، حتى واحد نهار ملي رجعت للدار كندخل كنلقى خويا الصغير 29 انا وهو، ويقول لي بو امي مات الله يرحمهم انت اللي بقيتي لي، وانا ما مستعدش نخسرك حتى نتايا معانا. توبة اخويا. الدموع نزلوا ليا من عيني، بقيت كنبكي. شديتو وانا نتلاح عليه، عنقتو مزيان، بقيت غير كنبكي. سبحان الله، ربي سخر ليا خويا الصغير باش انه هو يغير ليا حياتي. وبقينا جالسين وبقيت كنفكر فين انا غادي. ربي سبحانه وتعالى عطاني فرصة في الحياة، كان بإمكاني نموت على الحالة اللي كنت فيها كلمة ما تبومي، لكن ربي طول لي في العمر لأنه كان واحد السبب تما، وهو أنه بغاني نتوب، بغاني نرجع للطريق ديال الصواب. الحمد لله من تما تبدلت حياتي، ودابا عايش بخير مستقر ومزوج الحمد لله، وعندي جوج بنيات توان، وحتى خويا الحمد لله ها بخير. وكنحمد الله سبحانه وتعالى انه رزقني اخ بحال هذا اللي شافني غادي في طريق خايبه ونصحني، الحمد لله. استمع لجميع القصة ديال الأخ نطلب مني عدم ذكر الاسم ديالو واحتراما ليه، فلن أذكر اسمه. شكرا جزيلا، سنعود بعد الفاصل لستمة بقية حلقة اليوم من برنامجكم هادي حال. خليني كملك سيد الجوج احكم نتايا، اسرات لي قصة وسط غاليا، ودايرها بيدي انا راي تاني بعيد، بقيت وحدي انا جبال بيتي. الفاصل استمعنا جميع القصة ديال الأخ اللي عاود لنا كيفاش تعرض لحادثة سير
حادثه سير فقد على اثرها الاب والام ديالو وبقى عايش هو الاخ ديالو. الاخ اللي بفضل الله سبحانه وتعالى غير ليه حياته نحو الافضل. من بعد ما كان رفقه فقاء السوء، من بعد ما كان كعاق الخمر، الحمد لله دابا تاب ربي سبحانه وتعالى بغاه. داكشي علاش ابتلاه بواحد الحاجة سميتها حادثة سير. ماشي اي حاجة كتوقع لنا كتكون خايبة، بالعكس بعض المرات ربي سبحانه وتعالى كيمتحنا بواحد المشاكل او بعض الحوادث اللي كتبان لينا انها صعيبة في حقنا، كتيرة في حقنا، ولكن الله سبحانه وتعالى ما كيرزقناش شي حاجة هكاك عبثا. علاش؟ حيت عندها واحد العبرة، والعبرة من هاد القصة كاملة أن ربي سبحانه وتعالى بغاه يتوب. الحمد لله تاب ورجع للطريق المستقيم. هذا اليوم قصة من قصصكم وواقعكم، قصة شاب تاب من بعد ما كان غالي في طريق الإنحراف. الله يسهل عليك أخويا، الله يرزقك من حيث لا تحتسب. انت وجوج بنات اللي عندك تهلا فيهم وتهلا في خوك بزاف، وبلغوا تحياتي ولو حنا كنا كنبغيوك وكنشكروك كاملين. الحمد لله ربي جعلك سبب فجزاك الله خيرا. ناتي احبتي لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم، برنامج هذا حالي، للتواصل معنا وارسال قصصكم ما عليكم سوى الاتصال او ارسال رساله صوتيه عبر الواتساب 06 42 24 06 03، او يمكنكم ايضا مراسلتي عبر صفحتي عبر الفيسبوك هشام غنيفيد، اكتبوها باللغه العربيه او باللغه الفرنسيه وستجدون ان شاء الله. دمتم بود والى اللقاء في حلقه الغد ان شاء الله من برنامجكم هذا حلقة.